السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذه الليله غادي نديروا تحليل مباراه البلوز تشيلسي ضد استون فيلا برسم الجوله 19 من الدوري الانجليزي بريمير ليغ. وما يهمنا طبعا هو فريق تشيلسي بقياده المدرب الالماني توماس توخيل، واللي دخل بهذه التشكيله 3-4-3 حراسه المرمى ادواردو ميندي، ثلاثي خط دفاع انطونيو روديغير، تياغو سيلفا وشالوبا، اما كظهير ايمن ريس جيمس وكظهير ايسر ماركوس الونسو، خط الوسط جورجينيو والرائع الفرنسي نغولو كانتي، اما ثلاثي خط الهجوم عندنا الانجليزي الماوتش بجانب كالوم هودسون-أودوي والامريكي كريستيان بوليزيتش. اما الحكيم زياش فالاصابه هي اللي حرمته من التواجد في التشكيله الاساسيه، ولكن كان موجود على كرسي الاحتياط. وقبل بدايه المباراه كان فريق البلوز تشيلسي كيحتل المركز الثالث ب 38 نقطه، اما فريق استون فيلا فكيحتل المركز 14 برصيد 22 نقطه فقط. بدايه المباراه كانت الافضليه واضحه لاستون فيلا، اللي استغلوا الحماس الجماهير ديالهم على المدرجات بحيث كانوا هما الافضل من ناحيه الصراعات الثنائيه والاندفاع البدني، استرجاع الكرات وخلق الفرص على مرمى تشيلسي، مما خلى لاعبي البلوز يلتجئوا للاستحواذ على الكره بهدف امتصاص حماس لاعبي استون فيلا. ولكن رغم ذلك صدموا باسراء وغرينتا وروح القتاليه ديال استون فيلا اللي كانوا منظمين بشكل رائع جدا، بحيث كتلقاهم كيدافعوا باكبر عدد من اللاعبين وفي نفس الوقت كيهاجموا باكبر عدد من اللاعبين. وباش تنجح لك هذه المعادله اكيد خاصك تكون لاعب بتوازن وانضباط كبيرين، وهذا الشيء فعليا اللي كان متوفر في فريق استون فيلا، واللي بالفعل قدروا يفتتحوا اولى اهداف المباراه عن طريق هدف عكسي تحديدا من اللاعب ريس جيمس اللي سجل هدف رائع ولكن على مرمى، اللي اوتوماتيكيا اثر على فريق تشيلسي وخلاه تائه تماما على ارضيه الملعب. ولكن شخصيه تشيلسي كتظهر بحيث الرد كان سريعا في تعديل النتيجه عن طريق اللاعب جورجينيو اللي كانت من ضربه جزاء. ايضا كان من المفروض على توماس توخيل يقحم حكيم زياش منذ بدايه الشوط الثاني، لان الدور ديالو مهم جدا باش يلقى ليه الحلول ويضرب دفاعات المنظمه والمتكتله ديال استون فيلا، ولكن فقط اكتفى باقحام الدباب البلجيكي روميلو لوكاكو اللي كان وجوده ايضا مهم جدا، لان هذه المباراه من الاساس كانت كتسم بالصراع البدني من الدرجه الاولى الى جانب الفعاليه ديالو التهديفيه طبعا. وبالفعل هذا الشيء اللي كان وسجل الهدف الثاني بعد لا ديتونت او الارتقاء اللي كان رائع جدا اللي تفوق به على دفاعات الخصم. وبعد هذا الهدف بالضبط كنت عارف للاسف ان زياش ما غاديش يشارك في المباراه بتاتا، خصوصا بعد اصابه المدافع البرازيلي تياغو سيلفا اللي خرج بسبب الاصابه وخلى كانوا للعب اندرياس كريستنسن. قدر الله ما شاء فعل ما شفناش حكيم زياش في هذه المباراه، اولا بسبب الاصابه اللي حرماته باش ما يكونش في التشكيله الاساسيه، وثانيا لظروف المباراه. وختاما اكيد كيبقى الراي ديالكم لانه مهم جدا، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.